والله هو انا جاره، هو الاستاذ مصطفى كان عايش حياته طبيعي جدا، يعني مفيش اي حاجه، بس من فتره كده تعب، جاله زي صداع كده في راسه، وراح لدكتور قال له هنعمل شويه فحوصات، وكان عايش حياته عاديه يعني مفيش اي حاجه. فبعد كده الموضوع يعني بيجي سوى طبعا الفحوصات، وبتبين ان عنده ورم في المخ، فعمل العملية هنا في مصر، ما عملهاش بره عشان في ناس بتقول ان عملها بره. عملها، وبعد ما عملها طبعا يعني عادي، عاش حياته عادية ما فيش حاجة. بس بعد كده ابتدى يتعب اكتر، وراح لدكتور، بكتاب مع دكتور، فالحالة ابتدت تتدهور يعني. ف اتحجز في مستشفى، خد له ما يقارب الاسبوعين. بعد كده هو تقريبا كان عامل مشكله ان هو عايز يرجع، ما كانش حاب المستشفى، لان هو الاستاذ مصطفى من نوعيه اللي بيحب يعني بيحب يعيش حياته، مش بيحب الكتمه. فجي الشقه فوق، تعب اكتر بقى لما خرج. خرج تقريبا يوم الاحد، السبت تقريبا، وتوفى الاربع بالليل الساعه 12 11 ونص بالظبط. فطبعا هم طلبوا الاسعاف، والاسعاف جات، هم هو اللي كان موجود عنده، المرافقين الموجود معه يعني معه مرافق اللي هو ممرض، فتقريبا قال ان هو خلاص توفى يعني. فجابوا طلبوا المستشفى، جابت الاسعاف، الدكتور طلع فوق قال ان هو خلاص يعني الله يرحمه توفى. فبالظبط كانت الساعة 11 ونص. يعني توفى قبل ما الاسعاف تيجي. هو كان خلاص بيحتضر في اللحظة اللي الإسعاف وصل فيها، فلغاية ما الدكتور بص عليه وشافه خلاص كان منتهي يعني. حاول طبعا يدوا له إبر، يعلقوا له حاجات كده، بس يضغطوا له، يعملوا له زي الضغط كده على قلبه، لكن خلاص كان ربنا أراد إن هي تكون دي اللحظة الأخيرة. انت متواجد من امتى يعني؟ جاره من امتى؟ وقول لي برضو كان بيتعامل ازاي يعني؟ دايما الناس كانت بتقول ان هو ما شاء الله، كانت الله يرحمه كانت سيرته طيبة جدا جدا جدا. لا جدا، استاذ مصطفى فهمي من الناس اللي كانت في قمة الادب والاخلاق والاحترام والتواضع والانسانية، لا كان شخصية بصراحة يعني. ناس حزنت عليه من جدا يعني في ناس اذا كانت حزنت من مجرد ان هي سمعت الخبر، فما بالك اللي هو عاش معه وشافه وتكلم معه وكده. فلا كان إنسان بمعنى الكلمة بصراحة. انت جاره من امتى جار بالظبط؟ من قولي من 17 سنة أو 18 سنة يعني. كان بيقول لك ايه يعني لا بيقابلك؟ لا، ده كان صاحبي، ده كان صاحبي فعلا. اتكلم على الواتساب، لما ينزل إعلان يبعت لي الإعلان قبل ما ينزل على التلفزيون. عمل مسلسل يبعت لي يعني كده حرق يعني، كان يصور طبعا، هو ما حد بيصور معه كده على التليفون، كان يبعت. لا كان جدا في قمة الأدب والتواضع والأخلاق بصراحة، كان إنسان رائع جدا جدا والله. الفنان القدير حسين فهمي يعني كان متواجد ساعة كان متواجد باستمرار مع الأستاذ حسين، كان متواجد تقريبا في نفس اليوم اللي توفى فيه، كان الساعة 5 كده بالظبط، الساعة 5 كان متواجد. بعد كده مشي، وبعدها ب5 6 ساعات كان الأستاذ مصطفى توفى الله. كان متواجد يعني، أنا أسمع إني كان أقول لك مسافر، لا هو كان متواجد معه باستمرار يعني، كل يوم كان يجي له، آخر 3 أيام كان كل يوم يجي له. يعني هو زاره قبل وفاته بساعات. قبل وفاته بساعات في نفس اليوم كان شفت أنا. وبعد كده طبعا كان من بالليل هنا، جه بعد الخبر على الساعة 1 كان هنا في عند أخوه. بعد كده أمي كلهم، العيلة كلها جات على الساعة 12، كان كل العيلة موجودة، لأنه برضه قبل ما يتوفى بنص ساعة طبعا كانت مشوا يعني، اللي هم القرايب مشوا، بنته وابنه كان مسافر طبعا. لما سمع الخبر جه الصبح، الخبر طبعا بالليل كلموه، كان الصبح هنا موجود. البقاء لله وربنا يرحمه. وشكرا لحضرتك. شكرا.